اما اجي اقول لك ايه. قولي طيب في ايه؟ في خلص ايه؟ التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته في ايه مالك؟ مجله ميدل ايست ماني كاتبه صفحه كامله بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربه في الذهب، والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في الجورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ ما احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده باي ثمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجايه من فوق قوي كمان. الصفحه اتوزعت في كل مكان، مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانتوا ما صدقتونيش. كده كل المودعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاجة فتحي فين؟ كلمته كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف ويرجع حالا. بص يا حبشي، لم لي كل السيوله اللي ممكن تلمها، ومفيش قرش يطلع لمودع الا باذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. ده شقه عمره انا قتيل عليه. تضحكوا في وشنا. تضحكوا يا مار. يا اسا كفر انت اللي بلاش تقولها. التزم حدودك. احنا ليس لنا علاقه بالامور. اتقوا الله. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. وكل اللي ليه حق هياخده، مش عايزين كلمة زيادة. أنا بعت شبكة بنتي وحطيت فلوسها عندكم عشان أجهزها، وخطيبها فسخ الخطوبة، مش عارفة أعمل إيه، أديت الشبكة لفلوسها. اهدوا اهدوا يا جماعة، اسمعي، فلوسك هتوصلك، وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله. احنا لا نصابين ولا حرامين. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي، وان شاء الله هينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا مفيش حد هياخد مليم واحد، واللي عايز ياخد ملوش غير ارباح بس وفي ميعاد. لا ما حدش له درع. ما ينفعش يا حاج فتحي، ما ينفعش. لازم نرجع للناس فلوسها والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله، احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص اللي عايز فلوسه نديها له، بس نقسطها. ايوه نقسطها على اربع دفعات او حتى خمسه، ونخصم منها كل الارباع كمان، وهو ده العدل. العدل ازاي يابا؟ لا مش عدل خالص، احنا كده بنضحك على الناس، احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها. على فكره اللي بره دول شويه قليلين قوي من نسبه المودعين، لو رجعنا لهم الفلوس بالارباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني، او اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر ان احنا عايزين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا ان فلوسهم في السوق شغال، وعشان ترجع محتاجة وقت كتير. ماشي ماشي، يبقى نديهم معانا. بص بقى، الناس اللي بره دي عايزة عقود نفع يا حاج فتحي، وإلا هيكسروا علينا الشركة. أحمد برضه عنده حق يا حاج فتحي، ما الناس دي دافعة الفلوس من عرقها وشقاها، ده دم قلبهم، وإحنا مش حمل دعوة مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم معاك بعد شهرين. كتير قوي شهر. خلاص يبقى اسبوعين كفايه قوي. وبلاش يابا موضوع نخصم الارباح اللي خدوها قبل كده دي، بقيه المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش، احنا عقود بتاعتنا ما تخرش الميه، احنا عندنا بند
ان احنا ممكن ما نرجع لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي، الموضوع موضوع ثقة بيننا وبين الناس. الثقة هي اللي خليتهم يدونا الفلوس، والثقة هي اللي تخليهم ياخدوا برضو الفلوس. الثقة عايزين نحافظ عليها. ابوس ايدك، مش ممكن احنا نفضل نكسب ونخسر الناس او نرجع لهم فلوس ناقصة يابا. انا هطلع اكلم الناس وهديهم وهاجي. لا 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 استنى استنى انت حاج فتحي، خلي احمد اخوك اطلع انت يا احمد. ولا ما طلعش ليه؟ انا رئيس مجلس ادارة المجموعة. امال على راسنا من فوق يا حاج فتحي، بس اصلا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع انت يا احمد. لا بشرط واحد. اشرط يا حاج فتحي. الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله. اوعى يكون جايين ساكتونا بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي يا إخواني أهلا بيكم في شركتنا، شركتكم، المكان اللي ائتمنتموني فيه على فلوسكم، والحمد لله رب العالمين باستثمارها والشغل فيها والعمل عليها كبر الصرح وكبرنا كلنا معاه. دلوقتي يا إخواني أنا في الحقيقة بيني وبينكم عقود. العقود دي لو قريتوها بتفحص ومن غير انفعال وانتباه لوسائل الإعلام، لو قريت العقود دي هتلاقوا فيها بنود بتقول طول ما أنا بكسب حضراتكم تكسبوا، لو أنا بخسر حضراتكم تخسروا. يا جماعة لو سمحتولي. لا ده مش بس كده بقى، ده في بند كمان بيقول ان انا ممكن يا ارد الفلوس يا ما اردش الفلوس اصلا، بس انا ماليش لا دعوة بالعقود في الحقيقة. انا راجل بتقي الله سبحانه وتعالى في كل مودع من المودعين اللي عندي وفي كل قرش بيدخل الشركة. علشان كده ان شاء الله بامر الله تعالى الناس اللي عايزة تاخد فلوسها مش بس هتاخد فلوسها، لا وهتاخد ارباحها كمان، والناس اللي هيقدرها ربنا على الصبر. ما هو ربنا لما بيبتلينا يا جماعة بيعمل فينا قيم، فابتلانا هنا ليعمل فينا قيمة الصبر، فمن سيصبر ان شاء الله يكون جزاؤه بأمر الله ان احنا هنزود الارباح 2% للي هيقرر يقعد. ايوة ان شاء الله، وده قرار. طب اللي هيقرر يمشي حقه يتفضل بفلوسه بأرباحه، ولكن قسما بالله ولن أعيد هذا القسم مرة أخرى، إذا ساء علي طوب الأرض لا هو هيدخل الشركة مرة تانية ولا فلوسه هتدخل من هذا الباب، هذا الباب الذي كبرت ونضجت فيه أموالكم، باب الريان، باب الجنة. وبالعربي الفصيح كده يا جماعة أنا هعمل قائمتين، قائمة سوداء تسود فيه وجوه من أخذوا فلوسهم ونقودهم بل وأرباحهم أيضا، وقائمة بيضاء من يريد. هسيبكم نص ساعة تفكروا وتاخدوا وقتكم وتاخدوا راحتكم خالص، وأنا تحت أمركم وهنفذ في الحال اللي تقولوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفارم عليك يا دي احمد، ابن ابوك صحيح. شفت حاج فتحي؟ قشط عليك يا حاج فتحي. يموت الزمار
وصوابعه بتلعب يا سبحان الله. الناس واقفة مش عارفة تعمل ايه ولا ايه. اه والله عمالين يضربوا اخماس في اسداس. ما احنا شفنا كل حاجة من شاشة المراقبة بتاعت الشركة. احمد انا بتهالي نص الناس اللي برا دي هتسجل اساميها في القايمة البيضاء. المهم الجرايد اللي شتمتنا وفضحتنا هي تكتب عننا ان الضربة ما موتناش قوتنا. ايوة يا حاج، بس اللي ضربنا الضربة دي هيضرب تاني وتالت ورابع، مش هيسيبنا في حنة. ما احنا في دار الشقة يا ابني، يعني مكتوب علينا نفضل نعافر كده لحد ما نموت. بس ما يدفناش بالحياة يا حاج. ليس ربك بظلام للعبيد يا حاج فتحي، ولو لينا نصيب في حاجة يا ابني هناخدها يعني هناخدها. المهم بس نعرف مين اللي بنخرب ورانا وعايز يعمل العمل السودة دي فينا وليه كده. يبقى لازم زيارة نجيب بيه المحافظ. لا لا، نجيب بقى كارت محروق خلاص. احنا نروح لعوني بيه خليل على طول. عوني خليل رئيس مجلس الشعب؟ ايوه، هو اللي عنده الخبر الاكيد. احنا كمان لازم نطلب مقابلة احمد بيه الجندي رئيس مجلس الوزراء.